كثير من التلاميذ اللي دوزوا البكالوريا ولقاو انه خرجت لهم الدوره الاستدراكيه، وهما كيخرجوا الدوره الاستدراكيه كيلقى راسو انه محبط، تصدم، كان معول ينجح ولكن لقى راسو انه ما كايناش عنده الفرصه، بقات عنده فرصه ثانيه. فملي كتخرج الدوره الاستدراكيه كتلقاه حالته النفسيه ما مستعدش انه يقرا، ما قادش. ربما كاين اللي كيبكي البنات، كاين اللي كيوقع ليه سيغ ميناج، ما كيقدرش يدير حتى شي حاجه، كيولي هربان من الدروس ديالو، في حين ان الدوره الاستدراكيه هي فرصه تعطات لك، لانه اجيال سابقه كان كيدوز امتحان واحد نجح ما نجحش كيخصو عام اخر باش يعاود. اذا كيفاش نتعاملوا مع هذا الشيء؟ اول حاجه كاين الجانب النفسي، الجانب النفسي هو انه النجاح والفشل راه مجرد فكر كاين في دماغنا، كل هاد الشيء مجرد تجارب وحنا كنحطوا عليها سميات، وملي كنحطوا عليها سميات اللي كيوقع لينا هو انه كنقول انا فشلت وبالتالي كيطيح مني النص، في حين انه تحطات لي فرصه ثانيه واش نقدر نجمع القدرات ديالي، نقدر نجمع الذهن ديالي ونتوجه مباشره. كيفاش غادي ندير؟ قلت الجانب النفسي هو نقول بون انا دابا عطاتني فرصه المؤسسه، جبت واحد المجموعه ديال النقاط، كاين النقاط اللي انا مزيان فيهم وكاين النقاط اللي انا ضعيف فيهم، تصدمت، ممكن انني نبكي نهار ما يعجبنيش الحال، 24 ساعه نبكي نتقلق نهرب ندير اللي يعجبني، ولكن 24 ساعه فقط، ومن بعد منها ناخذ الامور بجديه ونشوف قدامي، الى تحت لي الفرصه الان راه غادي نربح سنه كامله. فنفسيا نقول انا عندي فرصه، ماشي عاوتاني غادي يكون عندي حاجز. الامتحان كثير من الناس كيشوفوه على انه تحدي كبير، في حين انه هو فرصه اللي غادي يخرجك من وضع ديال تلميذ الى طالب او وضع ديال مستوى عالي، بمعنى ان هذه فرصه بالنسبه لك تقدمت لك، فخذها 100%. ثاني حاجه هو انه هاد المده هذه ديال البريباراسيون اللي عندك، المده ديال الاستعداد ولات اضافيه، انت راك قريتي واحد العدد من الاوقات، يعني واحد العدد من الساعات وعرفتي لي فاي ديالك، المشاكل اللي كان عندك، المواد اللي كان عندك فيهم صعوبه، الان بقى لك هاد المده هذه وقت اضافي. في الماتش ديال كره القدم ملي كدار اشواط اضافيه اللعابه ماشي كيرجعوا اللور، بالعكس كيتقاتلوا اكثر لان تحت لهم فرصه، وديك الساعه كتولي كتسنى الهدف الذهبي، انت ممكن دير الهدف الذهبي. كيفاش؟ هو انك تقول شنو هي المواد اللي لقيت فيها صعوبه؟ كاين عندنا مثلا اربعه ولا خمسه ديال المواد في الامتحان الوطني، الامر بسيط جدا، ما خصني نزقل حتى شي ماده، الماده اللي كتجيني صعيبه نقراها قراءه الجريده والعقل ديالي كيبدا يتذكرها، الماده اللي كنتقنها خصني نحصل فيها على اعلى نقطه ممكنه، والماده اللي انا متوسط فيها نزيد بها خطوه او خطوتين، هذا ممكن انه يربحك سنه. لذلك الدوره الاستدراكيه راها فرصه بالنسبه لنا ويمكن لنا نستغلها.